السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في قناتكم الرياضية وليد هوب. ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو فنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. إحدى سيناريوهات النجم الدولي الجزائري رياض محرز السابقة تتكرر اليوم مع مستقبل الجزائر ولاعب برينتفورد، والذي يلعب في مسابقة الشامبيونشيب الملقب بسعيد بن رحمة، الذي يقدم مستويات كبيرة ومماثلة للنجم الدولي الجزائري رياض محرز. حيث يلاحق الجزائري سعيد بن رحمة نجم برينتفورد الإنجليزي، والذي كما قلت لكم يلعب في مسابقة الشامبيونشيب، والذي بنفس الوقت يستحق أن يكون في البريمير ليج مع أحد الأندية الكبرى. طبعا يواجه هذا اللاعب يعني ويلاحق لقب فردي جديد، وذلك بعد أن تم ترشيحه لجائزة لندن فوتبول أوارد عن دوري الدرجة الأولى الإنجليزي. وطبعا سيخوض هذا الأخير منافسة قوية مع الرباعي المكون أعزائي مشاهدينا من هؤلاء اللاعبين كما تشاهدون في الصورة. وكان بن رحمة تألق في خلال منافسة النسخة الحالية من الشامبيونشيب بمساهمته في صناعة 16 هدف ما بين صناعة وتسجيل من جملة 32 مباراة خاضها في مختلف المسابقات. وطبعا كما قلت لكم مستويات هذا اللاعب يستحق أن يكون في الدوري الإنجليزي الممتاز لا غير. أعزائي المشاهدين يعني ما زال في الدور في الشامبيونشيب، ولكن يعني مستواه وطريقة لعبه من طريقة الكبار ومن طينة الكبار، ويمكن أن يكون يعني يلعب بطريقة جيدة في الدور الإنجليزي الممتاز. وطبعا هذا التألق اللافت انعكس على قيمته السوقية التي ارتفعت في موقع ترانسفير ماركت المختص في تقييم أسعار اللاعبين لمبلغ 13 مليون يورو. ويسعى بن رحمة لتكرار معجزة رياض النجم الدولي الجزائري رياض محرز النجم الحالي لنادي مانشستر سيتي الانجليزي، الذي عانى هو ايضا في تجاهل فرنسا له في بدايه الامر قبل ان يفرض نفسه ان يكون لاعبا محترفا في انجلترا. كما قلت لكم يعني هذا اللاعب رفضته فرنسا، وايضا مثله مثل النجم الدولي الجزائري رياض محرز، ولكن استقبلته يعني انجلترا، وها هم اعزائي المشاهدين يصنعون التاريخ. لذا اعزائي المشاهدين هنا ينتهي هذا الفيديو، لا تنسوا دعمنا بلايك، اشتراك القناه، تفعيل زر التنبيهات، ولنلتقي في فيديوهات جديده.